السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أشوف موقع خطير جدا اسمه هيوم دوت اي اي. الموقع ده بيتعرف على نبرة الصوت، بتعرف انت غضبان، زعلان، سعيد، فرحان، كل الكلام دوت. ومش بس الصوت، بس حتى الفيديو او لو شغلت الكاميرا ويب كام اهو شايف، بيبدأ يحلل الشكل نفسه هيبقى عامل ازاي. طيب خلينا نبدأ تجربة عملية. انا هقول له افتح لي الويب كام، هوت هيبدأ بقى يتعرف على هل أنا فرحان ولا زعلان. بدأ يتعرف إن أنت ولا سيربرايز، فحسب تعبير الوجه يبدأ إن هو يتعرف عليها. وبرده الفويس كام جسون، هتقدر إن أنت برده لو صوت بس من غير فيديو برده يبدأ إن هو يحلل المشاعر بتاعتك، هل هي مشاعر غضب، هل هي مشاعر سعادة، كل الكلام دوت. لو شايف تجربة موجودة تقدر انت تجربها، هسيب لك الموقع باك جراوند بحيث ان انت تقدر تجرب. الو الو، انا حزين. هو مش بيحلل الكلام، لا بيحلل المشاعر نفسها. وفي اي بي اي، يعني لو انت عايز تعمل تطبيق وتربطه بيه بحيث الخدمة دي تبقى موجودة على الموقع بتاعك او موجودة على السيرفر بتاعك، فليك ان انت تربط موقعك بيه. ودي المودلز اللي موجودة. في مثلا لو في اغنية، لو في فازر او نوت فازر، مكالمة حسنة او سيئة تبدأ ان انت تبص عليها وتشوف ازاي الكمبيوتر هيبدأ يحلل الشخص ده مثلا منفعل او الراجل ده مبسوط من الخدمة بتاعتنا. الدقة وصلت ل 97%. وتقدر تعمل انت موديل خاص بيك، كريت كاستر موديل. فأتمنى يعجبكم، هسيب لكم الرابط في التعليقات.